رجعنا لكم من جديد ورح نتكلم عن الجيل من المبدعين الشباب اللي الذين بدأ اهتمامهم بشكل واضح من الإقبال على دراسة المجالات المتعلقة بصناعة السينما من إخراج وتصوير وسيناريو ومونتاج سواء من الشباب أو البنات. شايك أسرار؟ صحيح إيمان، لذلك اليوم عندنا محاولات كثير للخروج من دائرة المحلية، والمزيد في هذا الموضوع راح نتعرف عليه مع ضيوفنا في الاستديو صانعة الأفلام هند جنبي. يا أهلا وسهلا فيك في سيدتي. والمخرج رائد بصراوي، يا أهلا وسهلا فيك في سيدتي. أهلا فيكم، نورتونا. رائد، خلينا نبدأ معك في البداية. اليوم عندنا شغف شبابي منتشر حول صناعة الأفلام القصيرة، خلينا نتكلم أكثر عن هذا الموضوع. في البداية طبعا الشغف، شغف صناعة الأفلام يمكن جاء من دور إحساس الشباب بالمسؤولية. يعني اليوم الشباب عندهم إحساس بالمسؤولية تجاه المجتمع، يبغى يناقشوا قضايا صحيح اجتماعية، يبغى يعدل مشكلة معينة. فأتوقع اليوم صناعة الفيلم تحديدا يمكن هي المنبر اللي ساعدته حتى السوشيال ميديا في أنه يبرز قضايا المجتمع. صحيح. ويمكن يسلط الضوء أكثر على حلول ومشاكل، وأصبح في مجموعة كبيرة مهتمين بهذه الصناعة. يعني صار خارج من طور الهواية، يعني نقدر نقول طور الاحتراف ولا لسه؟ ما في شك اليوم في ناس يعني درست صح وتعبت وخرجت برا وتعلمت. في ناس اليوم عندنا في مدارس وجامعات كثير بتقدم كورسات متخصصة في صناعة الأفلام صح بجميع أشكاله، بجانب الدورات والورش اللي بتصير. ما في شك احنا يعني ما شاء الله تبارك الله الأستاذة هند اليوم يمكن أيوة مثل ناجح جدا للإكسبرت اللي هم الناس الخبيرين. وشبابنا اليوم غير زمان، اليوم صار عندهم احتياجات غير، صار عندهم أشياء يهتمون فيها غير عن زمان. يعني هذا الموضوع بدأ فعلا يهتمون فيه ويبدعوا فيه، وما صار يخافوا من الروتين، نقدر نقول خلاص يقدروا يكسروا الحواجز. يمكن اليوم عصر السرعة هذا له دور صحيح. يعني اليوم نزلت البرامج، برامج السوشيال ميديا كل ما لا قاعدة تختصر وقت العرض صح. فاليوم برامج معينة مثلا مدة العرض فيها 10 ثواني، والناس يعني ممكن ما بيشوف ال10 ثواني هذه مجرد. فصناعة الأفلام وخصوصا الأفلام القصيرة اليوم هي يمكن أسرع وسيلة لتوصيل معلومة معينة صحيح في قضية صحيح معينة وبطريقة مختصرة جدا بالفعل، وبعرض جميل يعني صح تجذب الناس لمشاهدتها. صحيح. طبعا هند، انت في دراستك توجهتي او توجهت لك كثير من الاحباطات في خلال هذه الدراسه صح. طبعا ولكنك مستمره في هذه الدراسه الحمد يعني لله. ما شاء الله تبارك الله. من ضمن الاحباطات اللي هو احنا ما عندنا سينما، طب ليش بتدرسي هذا التخصص؟ ولكن انت ما اثر فيكي ما شاء الله الحمد لله ومكمله. حكينا من فين جبتي هذه القوه ما شاء الله، وايش وجهه نظرك في هذا الموضوع؟ أول حاجة أنا أفكر فيها أن رضا الناس غاية لا تدرك، يعني أنا هعيش حياتي عشان نفسي، والله كل أن يعني مهما سويت في حياتي الناس هتنتقد يعني صح. فأنا قررت أنه بما أنها حياتي أنا حصحى كل يوم عشان أسوي الشيء اللي أحبه حلو. وأنا عن نفسي أحس أنه دراسة صناعة الأفلام فرصة مرة كويسة، خصوصا أنها أول مرة في السعودية، مو أول مرة في السعودية، الشيء لسه جديد في السعودية صح. فإحنا كأننا بنبدأ نسوي التاريخ حق الأفلام في السعودية صح. فمرة مسؤولية كبيرة أنك تسوي تاريخ سينما بطريقه كويسه، تبرزه يعني بمحتوى كويس، يعني بالتقاليد بالاشياء الكويسه، يعني عشان خاصه لو بتدرسيها اكاديميا بالفعل. بس انت هند لما جيتي تدخلي هذا التخصص او تختاري هذا التخصص، ايش كانت الفكره اللي في راسك؟ يعني يعني غالبا الطلاب او الطالبات يدرسون المجال اللي هو يفكرون بعدين متى حتوظف او كيف حتوظف. انت ايش الفكره اللي كانت في بالك؟ انا في البدايه فكرت ان بصراحه بسوي الشيء اللي احبه، بعدين الرزق بيد الله يعني بصراحه. صح. يعني من جد ناس كثير قالوا لي هذا التفكير السليم بالضبط. ناس كثير قالوا لي انت ما حتلاقي وظيفه، انا حتشتغلي، بس الحمد لله من قبل ما تخرج والله جاتني فرص وظيفيه من جد مره كويسه. خاصه لما تكوني عايشه لشغبك صح وحاجه جديده، فاكيد يعني انا ما بس يعني مو بس حشتغل الافلام، ممكن اشتغل في الاعلانات، ممكن اشتغل في صحيح التلفزيون، في صحيح مجالات كثير مختلفه ومتوسعه مو بس. حكيني هند اكثر عن الاشياء اللي عديتي فيها في هذا المشوار، اهم المحطات في مشوارك مع هذا التخصص. أهم المحطات كانت تقريبا مهرجان أفلام السعودي. مشاركاتك هل هي عالمية أو محلية؟ أول حاجة شاركت في مهرجان أفلام السعودية مرتين، وفيلم الأنميشن كمان شاركنا في مهرجان زوميف في أبوظبي حلو، وشارك في مهرجان هندي ما أعرف أنطق اسمه طبعا يعني حلو. وفزنا بالمركز الرابع يعني. فكل هذه الأشياء المهرجانات دي
تحفزك زياده وتحمسك. أكيد. بالذات انك تروح مهرجان وتشوفي يعني كوميونتي ناس عندهم نفس الاهتمامات فتتواصل معاهم ويعني في النهايه بعد تكون علاقات وتقدر تبني معاهم مشاريع جديده. صحيح. بمناسبه هذه المشاريع الجديده هند رائد راح نطلع لفاصل قصير ومن بعده متابعينا نرجع ونكمل هذا الحوار الشيق. استنونا. رجعنا لكم من جديد وما زلنا نتحدث عن مشاركات الشباب في حركة صناعة الأفلام في السعودية مع صانعة الأفلام هند جنبي ورائد بصراوي المخرج. وقولي لنا اسرار ايش كمان بنتكلم والمواضيع اللي كنا بنتكلم فيها، كان عندنا اسئله كثير فلما نستكملها. فعلا ايمان، يعني رائد بكره عنده مشروع جدا مهم اللي هو بيقدم ورشه عمل عن صناعه بوسترات الافلام. صحيح. واحنا حابين نعرف اكيد معلومات عن هذه الورشه. طبعا الورشه هذه اول شيء امتداد لمجموعه ورش تحت مظله ملتقى صناعه الافلام، ورش سابقه ورش ان شاء الله قادمه، كلها طبعا بتصب في مصلحة الشباب صناع الأفلام. بنحاول نقدم إن شاء الله الخبرات اللي يعني كل شخص عنده خبرة بيحاول يقدمها لصناع الأفلام. صناعة البوسترات هل هي مطلوبة عندنا؟ يعني في شباب فعلا حابين يتعلموا كيف تكون صناعة البوسترات؟ صناعة البوستر هي يمكن أكثر شيء متصلة بالإعلان. يعني انت لما بتقولي بوستر يعني انت بتقولي اعلان عن الفيلم. صح. وهذه يمكن جزئيه مهمه اغلب الشباب اللي بيصنعوا افلام بيغفلها، اللي هي فكره كيف اسوق للفيلم. صحيح. فاول خطوه في تسويق الفيلم يمكن تكون الاسم والبوستر. صح. يعني اي واحد اليوم بيدخل السينما، لانه هو اللي حيجذب المشاهد. صحيح. اي شخص اليوم بيدخل السينما اول شيء قبل ما يمر على الـ على على شباك التذاكر بيمر على البوسترز اللي معلقه. صحيح. بيطالع فيهم ويختار. بالضبط. فقد ما يكون البوستر اللي مصنوع للفيلم جميل وجذاب، وقد يكون احيانا في بوسترات سيئه ما بتخدم الفيلم. صحيح. يعني الفيلم يكون مره جميل لكن للاسف البوستر بيظلمه. صحيح. فهي يمكن تكون اول درجه في جذب الجمهور، او خلينا اذا صح التعبير نقول تسويق الفيلم بالشكل الصحيح. صح. اسمح لي رائد واسمحوا لي نبغى نشوف دحين المقطع لفيلم الغزو اللي قامت فيه هند جنبي، صراحه من اجمل الاشياء اللي شفتها وصراحه بسطتني اليوم. فخلونا مشاهدينا نطلع نشوف هذا الفيلم القصير فيلم الغزو اللي قامت فيه هند جنبي، اللي كان فيه دمج للانيميشن مع الواقع. من قبل ان نعود خلونا نشوف التفاصيل ونرجع لكم نكمل فقرتنا. مش ممكن. وهنعمل ايه دلوقتي؟ لا مش معقول، انا ملحقتش اتهدنا بالحكم بتاعي. هاي المينيونز جايين، 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 المينيونز جايين. هين ويك اب سليبينج ان ماي كلاس افري داي. اوكي سو باك تو ذا سبمشن جست ناو. اي ثينك يو فيري كلير. اوكي ورجعنا لكم بعد هذا العمل اللي قامت فيه هند بكل الادوار. وخلينا نسال هند. هند ما شاء الله تبارك الله سويت كل شيء، مثلتي وعملتي التصوير والصوت وكل شيء، حكينا اكثر عن اخراج ايمان كمان حقيقي ما شاء الله تبارك الله. هذا كان فاينل بروجكت لواحده من المواد اللي هي الفيجوال افكتس او المؤثرات البصريه. في بنات حبوا يسووا اشياء رعب وكذا، لكن انا عشان احب الانيميشن فاخذت شخصيات انيميشن معروفه من الافلام وحطيتها في الواقع. يعني الصعوبات اللي واجهتها في ذا الفيلم اني كيف اخليها كانها فعلا موجوده، فتلاقي الانعكاس تحت، الانعكاس في عيون الشخصيات لو ركزت. نظيفه الشغل نفسه نظيف، انا ما تحس ان في تركيب فريم باي فريم. حلو ما شاء الله تبارك الله. وكان صعوبه ثانيه اللي واجهتها اللي هو الليبسينج، حركه الفم مع الكلام بالعربي. فانا اجيب يعني انا عندي فكره في راسي بس لازم ارتب على حركه الفم. فهذه الاشياء يعني حلو. طيب رائد، من خلال المشاركات هنا وهناك طبعا شاهدنا كثير مستويات متفاوته جدا من الابداع الشبابي، فهل ايش نحتاج في الفتره القادمه عشان نطلع بنتيجه افضل؟ اتوقع الفتره القادمه نحتاج ورش عمل اكبر. انا اتوقع السينما في السعوديه جايه.
اكيد يعني هي جايه قريبا قريبا يعني ما شاء الله عندنا اليوم التخصصات فتحت في الموضوع، بدا الموضوع يكون اكاديمي بالضبط. وكمان صار عندنا ورش عمل زي اللي حضرتك بتقدمها، عندنا دورات، فاكيد السينما جايه جايه. فانا يمكن الشيء اللي نحتاجه قبل السينما نحتاج نعد ماده جيده للسينما. صح نحتاج انه يكون عندنا يعني ماده تنقل مجتمعنا بشكل صحيح، تنقل عاداتنا وتقاليدنا بالضبط. بشكل جميل بالضبط. توصل للعالم قبل احتياجنا بشكل لائق يعني بالمجتمع فعلا. السعودي كمان فعلا ما في فعلا. شك ما في شك صانع الافلام والمخرج رائد بصراوي وصانعه الافلام هنجمي نورتونا الله يحييك، نتمنى لكم التوفيق ويعني ما شاء الله تبارك الله مبدعين ودائما يعني ان شاء الله. وانا يمكن في الاخير احب اشكر روتانا الله حقيقه دائما يعني يمكن هي جنب لجنب مع الشباب وقضاياهم وخصوصا يعني صناعة الأفلام في كذا مهرجان. وإحنا باسم روتانا أكيد بنشكركم. شكرا لكم. أكيد نورتونا. مشاهدينا خلونا نطلع لفاصل قصير ونستكمل من بعده بقية فقراتنا لهذا اليوم، خليكم معنا.